يا سامي، أنا ما كان بدي الأمور توصل لهون، ما كنت بتمنى أبدا اللي صار يصير، بس شو أعمل؟ ما ضل قدامي خيارات. لحدا فيكم قدر يفهمني، لحدا فيكم رضي يسمعني، ما عطيتوني فرصة أشرح لكم حالتي. كل الكون ما رح يعطيك مبرر واحد لي اللي عملته. أنت بسبب أنانيتك ورغباتك المجنونة دمرت عيلة كاملة وشوهت بنت مثل الفلة مشان وحدة. ما أوعك اوعك تغلط بالحكي، لا تنسى انه اللي عم تحكي عليها هي بتكون مرتي. مرتك؟ مزبوط. طيب اذا هي مرتك انا مو اخوك؟ جاوبني. اخوك اللي كل يوم والتاني في حدا عم يجي لعنده على المكتب ويهينه ويمسح بكرامته الارض. ايمك مني انا مو مشكله. شو مشان امك؟ رميت امك مشان مرتك وخالتك اللي ربتك وانت صغير، بسببك انخرب بيتها وكانت رح تتطلق وترمى بالشارع. هلا كلنا ما لنا مشكلة، بس سوسن فيني افهم سوسن شو بتفرق عن مرتك غير انها بنت بلا حظ، غير انها بنت محترمة ومو تبع حركات. هاي البنت بسببك خسرت كل شيء، خسرت كل شيء وتحولت لبنت مشوهة. سامي لا تحملني ذنب شيء أنا ما عملته. شو أنا اللي حرقتها؟ أنا اللي شوهتها لسوسن. لك فهم علي يا أخي، فهم علي. أنا لو كنت متزوج سوسن من 10 سنين وعندي منها 10 أولاد وشفتها لمايا كنت رح أعمل نفس اللي عملته هلا. لهالدرجة؟ وأكتر يا سيدي. لك يا زلمة، أنا أول مرة بكذب فيها على أمها كانت اليوم الصبح لما قلت لها إنه أنا مضطر نام برات البيت لأنه عندي شغل. ولك أنت كيف قدرت تعمل فيها هيك؟ أنا اللي كسر لي ظهري وحارق لي قلبي هو أمك يا زلمة. بتعرف شو قالت لي اليوم الصبح قبل ما أطلع من البيت؟ قالت لي خليه يرجع ويصلح كل شيء خرب. شو عرف انا جاي لعندك؟ هاي امك يا تيم. يا نادية صدقيني مفيش أي حاجة، هيكون في إيه بس؟ بقولك رجعت البيت لقيتها نايمة وقافلة تليفونها. أيوة، ما هي كانت سهرانة طول الليل بتكتب. أختك كاتبة على فكرة. لا يا حبيبتي، ما تلاقيش. مفيش أي حاجة. خلاص، حاضر. أول ما تصحى هوعدك إنها هتكلمكوا على طول. ماشي يا نادي، سلمي لي على ماما. ماشي يا حسام، باي باي. صدقتي بقى انها نايمه؟ قال لك ايه؟ زي ما قلت لك، سهرت للصبح بتكتب ونامت بعدها. بس كده؟ ما انت عارفه بنتك بقى لما تنام. طب الحمد لله. طب ليه ما قلت لهمش الحقيقه؟ حقيقه يا ماما لو قال اقول لهم بنتكم مرميه في المستشفى وفقد النوم ما بتتكلمش، اخدهم عليها وهم بعاد ومش هيعرفوا يعملوا حاجه اصلا. طب لو رجعوا اتصلوا بيك بالليل هتقول لهم ايه؟ ماما الله يكرمك، لحسن انا خلاص مش قادر، اما يجي الليل يبقى يحلها الف حلال. ماشي؟ مدام تملك في دم. بعرف بعرف، روح اعمل لي شيء اشرب.
بدك اياني اطلع من حياتك. رح اطلع من حياتك بس مش قبل ما العن بي اللي خلفك. اكيد مع مجال انه نزلت الخبر. سمعنا شو شو فيه؟